تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخريزية من وضع حد لنشاط ورشة لصناعة حلويات الحلقوم تحت اسم تجاري حاجي بابا. العملية جاءت أثناء تنفيذ دورية خاصة بالمراقبة العامة للإقليم ومتابعة نشاط الورشات المختصة في إنتاج وتوظيف المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، أين تم اكتشاف ورشة لصناعة الحلويات حلوة الحلقوم زائد الشوكولاتة والخبز التقليدي. على إثر ذلك تمت مداهمة الورشة رفقة أعوان حماية المستهلك وقمع الغش بمفتشي التجارة المقاطعة الإدارية الإضرارية ومصالح النظافة لبلدية خريسية. وبعد المراقبة تبين أن الورشة إنتاج وصناعة الحلوى كارثية ولا تتوفر على الشروط الصحية الملائمة من خلال انتشار الأوساخ وانعدام النظافة والخلط بين المنتوجات والمواد الأولية، عدم احترام شروط الحفظ للمنتوجات رغم توجيهها للاستهلاك البشري. على إثر ذلك تم حجز وإتلاف كمية من المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى حجز مواد أولية معدة لصناعة الحلويات والسكاكر. تم تحرير ملف قضائي ضد المعني وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.